ماشي كابتن عادل، اتفضل كابتن عصام الطيار مع حضرتك. طيب مين معانا؟ طيار كابتن عادل. يا عمي لسه بقول ازيك يا طيار. عصام يا كابتن عصام، الصوت راح. الو يا كابتن عصام. كابتن عادل مساء الخير، ازيك؟ كله تمام الحمد لله، ربنا يخلي حضرتك يا رب. لسه بسأل طارق لان كان في اخبار كده في انك انت يمكن تطلع بره وبتاع، فطمني انك قاعد بقى ومكمل وباذن الله الموسم ده يكون موسم استثنائي مع النادي الاهلي، وانت راجل من العناصر المؤثره، انت وزمايلك حقيقي عندنا اجوان مميزه جدا، خبراتك مهمه في اللي جاي. الاول ربنا يخلي حضرتك على الكلام ده، والله يبارك في حضرتك. طبعا النادي الاهلي ده بيت، يعني هو اللي مربيني، يعني انا ما لعبتش في حته غير في النادي الاهلي، وما اقدرش استغنى عن النادي يعني كده كده اكيد. ده كلام مهم، وانت يعني عامل راجع من كاس العالم لسه او من طوكيو، فطبعا كانت بطوله مهمه، اول بطوله تلعبها. بالظبط، دي كانت اول اولمبياد ليا العبها، لعبت واحده بس قبليها، كانت اولمبياد شباب مع المنتخب بتاعي، وخدنا فيها فضيه، يعني خدنا فضه اولمبياد نانجين كانت في الصين. يعني متعود على البطولات اهو، بسم الله ما شاء الله. الحمد لله، اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى متعود على البطولات، يعني كل اي لعيب في النادي الاهلي لازم يبقى عنده سمه ان هو يلعب في بطوله وان هو يكسب بطوله، وده حاجه احنا متربيين عليها في النادي. يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني انا من وانا عندي 7 سنين وانا بلعب في النادي الاهلي. طيب الف مبروك يا كابتن.